السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تغموميكس كوزين ماروكان مع فاطمة. كما العادة وكما ديما فيديو جديد كما كتشوفوا، هذا غادي ندير واحد الكلاص اللي هو يبردنا في هذه الحرارة هذه وهذه المثلجات اللي كنحتاجوها في هذا الجو هذا ديال الصيف. تابعوا معايا المقادير وكيفية التحضير، هو جد بسيط وسهل، اي امراه تقدر دير هذا الكلاص لوليداتها وسهل سهل، ما كيطلبش بزاف، غير تابعوني حتى لاخر الفيديو. بالنسبه للمقادير هما هادو، غادي نحتاجو من الكريمه السائله 500 غرام وتكون بارده، يعني قبل ما تستعملوها خليوها 11 دقائق في المجمد، هذا هو السبب باش كتجي صادقه. وغادي نحتاجو علبه نص من العلبه ديال الحليب المركز كراميل، وغادي نحتاج واحد نكهه البرتقال، وغادي نحتاجو المول اللي غادي نوضعو فيه الكلاص ديالنا، نتوما لكم الاختيار اللي بغيتو. اول حاجه بالنسبه للترموميكس، والناس اللي ما عندهمش ترموميكس يديروا الضراب الكهربائي او اليدوي باش يطلعوا الكريمه، يعني اي واحد يقدر يدير هذا الكلاص. انا درت وضعت في البلاصه الفوي، وغادي ميزان عبرت 500 غرام من الكريمه السائله تكون متلجه، يعني تكون بارده مزيان مزيان باش تستقريكم وتجيكم سهله، ما تعذبوش معها، هذا هو السر ديالها باش كتستق هاد الكريمه هادي. الا كانت في على حسب حراره المطبخ راه ما غاديش تطلع تبقى لكم خفيفه. كنديروا 5 دقائق سرعه 4، هانتوما من هنا 5 دقائق، هانتوما بقاو معايا حتى لاخر الفيديو. كما كتشوفوا صافي دابا 5 دقائق دازت، هي الكريمه طلعات ما شاء الله، هي صدقه كتصدق يعني 100% الا تبعتوا هذه الطريقه هذه، يعني راه غادي تصدق معكم. تكون بارده مزيان، يعني عطوها الوقت الكافي ديالها. كتشدوا الكريمه ديالكم كتقسموها على جوج او ثلاثه، ولا نتوما شوفوا اللي بغيتوا ديروا. انا درت غير 500 غرام، الا درتوا يطرو يعني راه كتجي كثيره، انا درت غير على حسب مول صغير، حتى داك المول اللي حطيت لكم في الاول راني بدلته درت واحد صغير اللي هو غادي يجيني كافي لهذا العبار اللي درت انايا. النص غادي ندير فيه النص ديال النيسلي كراميل، والنص الاخر غادي نديرو بنكهه البرتقال. تابعوني دابا كما كتشوفوا، غادي نخلط الخليط الاول اللي انا درته بالكراميل، كما كتشوفوا غادي نخلطو مزيان، وغادي نخليه جانبا ونخلط ثاني الخليط الثاني اللي هو درته بالنكهه ديال البرتقال. غادي تشوفوا معايا الطريقه وكيفاش غادي نقادو في المول وغادي نديروه في المجمد، وهانتوما معايا. من بعد ما تخلط لي الخليط كامل، دابا انا هزيت المول، انا بدلت المول اللي حطيت في الاول هذاك جاني كبير، وفضلت ندير هذا اللي صغير شويه ومثقب في الوسط. غادي ندير النص ديالو كما شفتوا، انا فرشت له باش يجيني ساهل ملي يتجمد ونبغي نخرجه من المول يجيني ساهل. من هذا انا درت له هذا بلاستيك غذائي
ولا ديروا سلوفان ولا بابي كويسان ولا اي حاجه اللي نتوما عندكم، ولا شي مول اللي هو ديال السيليكون اللي حتى هو ما كيلصقش، غير باش يجيكم ساهل يعني ملي تبغوا تخرجوا الكلاص ديالكم. صافي كتغطيوه مزيان وغادي نحطوه في المجمد حتى للصباح. تقدروا الا درتوه في الصباح يعني في العشيه تجبدوا الكلاص ديالكم شي 4 ساعات هكذاك راه يكون جمد مزيان. دابا ها نتوما معايا من بعد ما غادي نجبدوه من المجمد، هذا هو الكلاص دابا جبته من المجمد. غادي نقلبوا دابا في التبصيل اللي غادي نحطوه ولا اي اناء اللي غادي تحطوه، وغادي نقاد دابا معكم باش غادي نديكوري هاد الكلاص. هذا تقدروا تزينوه باللي نتوما عندكم. انا عندي هنايا بلو بريم، وعندي هنايا فرامبواز، وشويه ديال القرقاع، شويه من الحاجه. القرقاع غادي نقردوه على هاد الطريقه هادي، والمشمش حتى هو يعني غير جوج مشمشات مجففين يعني كارمين. وغادي نديرو نحتاجو واحد المعلقه من الناباج باش يعطينا لابريونس وباش يجي باين فوق الكلاص. ها نتوما غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نخلط هاد الخليط هذا كله وغادي نزين به الكلاص ديالي. هانتوما شوفوا معايا كيفاش كيتحيد بكل سهوله من المول، يعني ملي كديروا له خاصه هاد البلاستيك الغذائي راه في ساعه كيعاونكم على باش يديمولا من المول. هانتوما كتشوفوا الكلاص يعني نص كراميل ونص بنكهه البرتقال، وتقدروا ديروا نتوما اي نكهه اللي كتفضلوا. وهكذا غادي نزين الكلاص ديالي بهذه الطريقه هذه. بقاو معايا حتى نقطع لكم الكلاص وتشوفوا كيفاش كيجي كريمي وكيجي لذيذ، يعني كيجي هائل. هانتوما معايا حتى لاخر الفيديو. ويلا كان عندكم موجود صوص الكراميل ولا اي صوص اللي نتوما تبغيو تقدروا تضيفوها على الكلاص ديالكم. وعلى هذه الطريقه هذه هذا هو الكلاص ديال اليوم اللي درت معكم، وكيجي لذيذ كيجي هائل. انا غادي نقطع معكم باش تشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي، وكيجي كريمي كيجي بحال على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. شكرا على المتابعه، وإلى عجبكم الفيديو طبعا ما تنسونيش ملي لايك. وبالنسبه للناس اللي عاد دخلوا جداد ما ينساوش يديروا ابوني ويديروا الجرس باش يصلكم دائما الجديد.
ودائما مع تغموميكس كويزين ماروكان مع فاطمة. سلام الله عليكم.